اوكي مقدمه من قناتي الثانيه طبعا سحبتها من اخر فيديو ما اعرف ليش. على كل جايز اليوم لعبتنا كمان امونج اس بس اليوم جايين ضيوف وهل الضيوف راح اعتمد عليهم مشان اكون قاتل. طبعا ما بدي اشرح لكم عن يعني قدراتي بالقتل والاختفاء والجيتسو تبعي وحركات ناروتو تمام اطلعوا الحركات. على كل جايز قبل ما نبلش تمام في فيديو نزل على القناه الثانيه اللي حابب يحضروا فيديو تخبيص وتسليك للسما وزعنا كمان او ماي جاد اول جيم بطلع الكيلر مع زانا. او ماي جاد هلا انا بالعاده بعمل حالي اني ايش عم سوي اني هذا عم سوي اف كي. لك طلع الحمار تبعي مفك صديقي مفك. اوكي راح اعمل حالي اني عم سوي الاستورج هون افيك هاي. اوكي امرجنسي ميزنج ايوه اوكي باندا في واحد اول شيء مقتول تمام اوكي ثاني شيء دي 1 عم بافك كثير هو وشو هو كونان شفتك علاقه فيه ما بعرف بيجي بوقف يا حبيبي والله كنت اسوي المالي تبعي ما دخلك تعفيك مالك على فيه بجوز عنده مشكله عم يصير عم يفك. شوف اول شيء انا كنت مافك بالكافيتيريا صاحب البيت اجى كنت عم بحكي معه اول شيء ثاني شيء انا بدي اشوف بدك مع مين صاحب البيت ايش بدك معي كمان يا اخي صاحب البيت اجى لا والله حد ما تقول يا جماعه اسمع 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 باندا باندا تحقيقاتك من سوق الجوعان لا والله انت سوق العرب والله من سوق السبع عن جد ايش التعرف اسمعوا اسمعوا في بني ادم مات ما قالونا نترحم عليه المسكين المسكين مين مين شاف مين شاف مين شاف الاسود اخر شيء انا بظن بقى راح يكون باندا لانه بده يخلي يحب الجسم ها شرط لا باندا باندا ما عنده حركات لهذا للدرجه تحقيق سوق الجمعه تحقيقات سوق الجمعه انت القاتل انت القاتل شات اتواصل مع زانا نقتل نعلق باندا ودي 1 واحد بده يموت والثاني يتكيك نسيته بده يقتلني يا حبيبي والله كنت اسوي بالمايك تبعي والله اوكي اعمل مايك واحد يحكي مع صاحب البيت هلا روح فراطه ما احنا ما لنا علاقه انا ده بس اصير دقه ميوت هما وزانا الفوكس المليوني على رفقات سعيد يعني عيب نقتلهم من البداية. اوكي عم بفيكوا علي مشان يشوفوني اوكي بس انا بعرف ايش راح اسوي. شوف ايش راح اسوي ما راح اسوي ولا كل هلا لانه هلا 100% صاير علي الشكوك. اتوقع انه والله مالي شال راس همه. خليه يشتغلوا على التاسكات شوي شوي. اوكي خليه يشتغلوا على التاسكات شوي شوي. اوكي ما في مشكله. خليه يشتغلوا على التاسكات شوي شوي. بس سعيد شاكك فيني. حسيت اللي حسيته انا حسيته كثير. ياب ياب. لما قطعت الكهرباء كل قلت ليش لما قطعت الكهرباء جيت لعنا ياب ليش جيت على الرياكتور ليش ما نزلت لتحت على الكهرباء برو لاني كان قاعد بالادمن شفت اثنين فاتوا لهنيك دخلت اكيد صار في كذا دخلت بس بدي اتاكد شباب المشكله بتعرفوا ايش هلا اذا دافع عن هذا راح يحسوا انا القاتل لا ثواني اخر شيء قصدك اخر شيء ثواني اخر شيء قصدك اخر شيء هم ما قصدك اخر شيء لا 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 زي يا جماعه يا جماعه يا جماعه ممكن يا جماعه الخير هن الاثنين امبوسترز سعيد 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 سعيد
لا لا انا اخر شيء ما الكاميرا ما انت ما ما شفتني انا مرة دقيقة كونان انا متاكد انه سعيد شافني اصبر سعيد وين كان طيب خلوا سعيد يحكي هدي كونان هدي شوف الحماقة ايش فيك ما حدا حكى وينك بما انه التي كان مدموج فكمية الاصوات كانت جدا مزعجة فراح اشرح لكم شو صار باختصار وطفى المهم قدرت دافع عن كونان هالمرة وطالعه بريء انا بالاكسجين تمام كونان شفته نازل من عند الويبن هذا بس اللي بدي لكم اياه شباب لا شباب شباب القاتل رفقات سعيد لا تقتلوا وين ما عم بيحكوا اوكي ما عم بيحققوا كنا بكنا نلح هذا كله بالعم ميوت فورهم فوق بعض هلا لازم اشيلهم انا اوكي اللي لازم اشيلهم اسمعوا معي دي 1 دي 1 يا شيرلوك خلي مأمون وسعيد يلعبوا مع هانهم اوكي دي 1 وشيرلوك يا اخي هدول فيهم شيء دي 1 وشيرلوك مع بعضهم بالميد باي هسكر عليهم اوكي بدي واحد منهم يجي مش كمان بدي امل شيرلوك ليش عم بيلحقها ما بعرف اوه ماي جاد طلع كل اوه ماي جاد ايش هاد ايش هاد اسنحك لا اخسر لك لا شفتك منعاه بلاش الحاح ضمير ارتاح دموعك دي دموع تمساح What the f- ما فيني اسوي الكيل وسعيد عم يدافع عنه سعيد شافني شي بالفينت هذا دي 1 مع انه ما كان لازم اقتلها ما كان لازم اقتلها انا بدي دي 1 بدي دي 1 يب انا بدي دي 1 انا بالسكيورتي يا جماعة ضيوف ضيوف نحن ضيوف والله كنا اللي قتلك للاسف يعني هو ليش هيك عمل انا اقول انه شارلوك مو قاتل يعني كان عندي محبوس بالميد بي وكان ممكن يقتل لا 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 مو شارلوك شارلوك هو القاتل كان محبوس وما قتلك شلون زبطت معك ما بعرف حبيبي لا مو القاتل مو القاتل محبوس معي اوكي انا اكثر في 5 دقائق كونان يا جماعه كونان قاعد ادمن ولا برا وانا برا اتش ام ار طلعني يا اخي خلص طلعوني يا اخي لسه من الاول جيم كونان وكونان سواني سواني لا لا سواني خلاص ما سواني 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 سوالي شوي هلا نحن سبعة ماشي دبل امبوستر بدهم يطلعوني لالي دبل امبوستر بدهم يطلعوني لي كل شيء صحيح انت ليش 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 منزع لك ولا انا ما فهمت انا امبوستر برو ليش زعلان صاحبي لا تنسى اللي كان معي زعلانك تراب زعلان والله يا جماعة ما شافني لانه مقلل الفيجن انا الفيجن تبع الامبوستر اكثر من الفيجن تبع هذا هو طلع بجوز فهمت كيف مركز على غير شيء هذا السبب فهمت علي شلون برو خليني احكي مع دي 1 شوي دي 1 مين بتشد اسمع شنو انت مين بتشد دي 1 اسمع الصراحه شارلوك مو القاتل كان محبوس عندي ياب مانو شارلوك انا كمان برو هم مو القاتل هو لو مأمون لو كان لو زاك ليش ما تقول زاك يعني وبلكي رفعت سعيد كمان لا بس واحدة منهم ماتت لا لا ذاك تبعد واحد يعني انا ما عدت الحركات واحدة منهم ماتت اوكي ما عدت الحركات الطف الضوئي مو مشكلة خلينا نطلع زانا وبعدين نقطة الثانية ما في مشكلة شوف انا ضليت انا صوت على سبعة بس والله يا شريك اوه ماي جاد باي باي ليش نحس على زانا بسرعة فهمتوا كيف يعني هاي مشكلة برو ما عدا لحق هلا بقى لازم العب بقى بدي العب بقى انك تكون لازم اول شيء انك تشيل سعيد طيب بدي سعيد تركته 5 دقائق اختفى سعيد هذا هو الشيء يا بلحقه يا لا صلحت الكهرباء اتوقع انه ما عدا لحق اوكي
وان شاتني لانه طلعت من الفينت. او ماي جاد كيف خلصني زانا. او ماي جاد 300 يب ابو زيك بينت اتوقع 300 يب ما معناته دبل امبوستر. لا برو لا دبل امبوستر شلون 300 طيب لا اثنين اللي ماتوا شيرلوك ودي 1 شيرلوك دي 1 عادي ابو زيك في تايمينج اوكي والله في تايمينج ابو زيك انا ومعمون طول الهاي ما بعرف مظبوط انا ابو زيك كانت اقدر اقتل معمون من زمان والله مشكلة انا ما راح اشك بحدا اوكي انا راح اوكي صوتي بدون ما تحكوا عشان ما حدا يزعل اوكي اوكي راح ابكي اقسم بالله يا قاتل كنت راح ابكي من الخوف وات يا علي انا والله مأمون راح تن تمام فاك ايوه مأمون الحمار لو صوت لك همه قدرت العب على همه شايفك وايف بس ما عندك امرجنسي فقلت اضربه عندك مأمون ليش صوت على زاك؟ ليش صوت على مأمون؟ بس هو ما حكى سعيد انه البنات ما عندهم شغلة تطفيط الضوء وتطفيط الضوء معناته البنات مو طلع طلع حبيبي طلع طلع بدك تحكي اسمع اسمع بدنا نركز على شغلة واحدة هون تمام؟ بدنا نمشي على اخي ما راح مش كان على اول ضيوف خيو خلص ما عرفت سكيف خيو من سكيف 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 خلص سكيف سكيف ما من سكيف سكيف امون ما غريب انت اليوم ليش عم تصوت علي انا بعرف شباب في نايت جايز عم نلعب عليهم لعبه اوكي كيف راح اجيب دبل كيل لازم اجيب كل بعيد اوكي إذا قتلت هم رح يصوتوا علي إذا قتلت هم رح يصوتوا علي تعرف فينا ان هي بالأكسجين فينا ان هي بالأكسجين كان لأنه صعبة لأنه صعبة يا برو لأنه صعبة جدا لأنه صعبة كتير هذيك الوحيدة اللي عندها تاسكات إذا قتلتها لازم يكون في تايمينج ما اعرف لازم افكر بشغلي لازم ادور على هاد لا ليش تحبسني بالستوريج لك ليش تحبسني بالستوريج وتعطيهم فرصة اني اشوف الجسي جي جي او ماي جاد مأمون مأمون ليش عم تتركني يا مأمون تعرف انك ها قلت لكم الاحمر قلت لكم الاحمر ما تصدقوني زانا يب غلط يب لا كان شيء منيح لانه اثنين شفت اثنين كانوا جايين اوكي انا دقيقه انا وقت الاختفاء جايز